أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله
فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم.